تفتكروا مثلا الحكومة الجديدة هترجع في كلامها بتاع تغيير الأسعار؟ لا، ما أنا قلت لك هو عمل الخطوة اللي إيه؟ خلاص بقى الحكومة القديمة، إحنا هنحاول إن شاء الله في الحكومة الجديدة نخفف المعاناة عنكم. إزاي تكلفة الزبون؟ دي السياسة. أنتوا عارفين كان في مشهد عبقري في في مسرحية المتزوجون بتاعت سمير غانم وجورج سيدهو ونجاح الموجي، فاكرين لما قال له دي سياسة أمك يالا؟ كان مشهد لطيف يعني. قال له أنا علمني المعلم علمني إن السياسة إزاي تكلفة الزبون وتبيع له اللي مش عارف إيه على إنه إيه؟ العظم على إنه بتل وحاجات زي كده. هي دي سياسة الدولة. إزاي تكلفة الزبون؟ إزاي تلبه على دماغه والضربة ما تاخدش وقت طويل؟ يعني هو ضربك على دماغك بالعصا بتاع ان الرغيف بقى ب 20 قرش، بس مش عايز الضربه تاخد وقت طويل معاك، فيحاول يشوف لك حاجه تانية يضربك بيها فتنسى الضربه الاولانيه وهكذا، فانت تقعد ظلمات بعضها فوق بعض غما بغم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى غما بغم، فتفضل عايش في الدايره دي على طول، تتضرب يوم 1/6 بضربتي الكهرباء والبنزين، 1/7 الكهرباء والعيش، في نص الشهر تتضرب ضربه الادويه اللي بدات تنزل باسعار مختلفه دلوقتي. والنهارده يا جماعه انا قريت حد كتب النهارده مش لاقي دواء الضغط، يعني دواء الكونكور ده اي دكتور في الدنيا بيروح رازعك الكونكور، مفيش كونكور في مصر ولا بدائل، الناس اللي عندها ضغط تموت بقى. حاجة عجيبة جدا، فيروح لازعك الدواء في نص الشهر، في آخر الشهر بقى تكون جات لك فاتورة الكهرباء لسه هتتلسع، يروح لبك البنزين. فأنت تبقى مش عارف بقى تلاقيها منين ولا منين، وأنت مش في دماغك أي حاجة من الاعتراض، زي ما قلت لكم المصريين شعب كيوت ولطيف، إحنا عرضنا لكم الفيديوهات إمبارح اللي يعني تجيب للواحد كل الضغط اللي في الدنيا. الناس كل احلامها تاكل لقمه بس، شويه عيش وجنبهم اي حاجه بس، والمصريين هم اصحاب مقوله الستر والصحه. المصريين ما عندهمش طموحات، الستر والصحه. الستر بالنسبه للمصريين ايه؟ انه يبقى مش جعان بس، مقفول عليه باب، دايما يقول لك كده ايه، يتقفل عليه 4 حيطان وان شاء الله اكل ايه، عيش وملح. شعب مستوى طموحاته يعني، ومع ذلك ربنا رزقه بمجموعه من المتجبرين الفراعنه الظلمه اللي حتى مش عايزين يديله المستوى البسيط ده. يعني انت متخيل ان دوله زي مصر قال عليها الله سبحانه وتعالى خزائن الارض مش عارفه تاكل شعبها؟ انت متخيل دوله زي مصر مش عارفه تاكل شعبها؟ لا شكلي هسخن تاني بقى، بلاش. السلع التموينية توزع توزيع 291 مليون رغيف خبز مدعم في اليوم الأول اليوم الأول للبيع ب 20 قرش. هما هنا بيقولوا الأرقام دي عشان إيه؟ عشان يقول لك يعني إن سبب زيادة الاستهلاك الطبيعي أول الشهر. إن إحنا الاستهلاك طبيعي وإن محدش إيه عنده مشكلة. ما أنا سألت السؤال ده يا جماعة الله يكرمكم. طيب هي الناس يعني عشان تبين لكم ان عندها مشكله ما تاكلش، يضربوا عن الطعام يعني؟ هل انا مثلا ممكن اطالب المصريين بانهم يعلنوا الاضراب عن الطعام لمده 3 ايام؟ على فكره ممكن، يعني ممكن لو احنا شعب لديه العزيمه والاراده. عندنا خطوات كتيره جدا على فكره نعملها، مش لازم ننزل عشان يتقبض عليك او انت خايف ان يتقبض عليك او تتضرب بالنار، ده في مليون طريقه. يعني تخيلوا لو دعوة للإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، هنوفر للحكومة يا جماعة، بس إضراب عن الطعام للأصحاء بس مش للمرضى، اعتراضًا على سياسة الحكومة لمدة 3 أيام. وبعدها يعقبوا عصيان مدني، مش دافعين الفواتير، يقول لك هنشيل العداد، هيشيلوا عداد البلد كلها؟ ما هو لو حركة جماعية، ما هو المشكلة إنه أنا ما أقدرش أعمل كده فعلًا، لأن لو عملت كده هيجي يشيل العداد بتاعي. لكن لو مصر عملت كده هيشيلوا عدالات مصر كلها. فالناس مش عايزه، الناس تقول لك طب وانا اعمل ايه؟ ما انت عندك 100 طريقه.
توصل بيها صوتك وتوصل بيها غضبك. قلت له مش عايزين يا جماعه، انتوا عايزين كده ايه؟ السماء تتدخل وتنزل بتصب جام غضبها ولعناتها على الفرعون، ثم ياتي زمن عمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز، وهذا لا يحدث. ما انت لسه على، ما احنا لسه بنتكلم في موضوع غزه على بعد عده كيلومترات منك. ان ما كانش اهل غزه دفعوا كل هذه الاثمان الباهظه، دماء وبيوت واموال واولاد ونساء، ما كانوش وصلوا لجزء كبير من اللي هم بيحققوه دلوقتي. مفيش حاجه بتجري من غير ثمن. دي سنه من سنن الله. فكره احنا نستنى ان الدنيا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. مفيش كلام ده خالص. كلوا بعض بقى. كلوا بعض. ألف مبروك يا جماعة، هنصرف لكم 10 كيلو دقيق عشان عشان تخبزوا. التموين تقرر صرف 10 كيلو دقيق لكل فرد ب 30 جنيه، حلوة دي. يلا يا جماعة اخبزوا في البيت. طب والله فكرة برضو لطيفة، يعني أنا مش ضد الحكاية دي. لو أنت صرفت 10 كيلو دقيق لكل فرد، بطاقة التموين لو فيها خمسة فأنت بتصرف 50 كيلو، 50 كيلو لو أنت هتخبز في البيت. اخبز الستات تتعلم، معلش انا اسف والله، اتعلموا فكره انك تعملوا عيش في البيت. في فيديوهات كتيره جدا للكلام ده. ف 50 كيلو دول يعملوا لك كام رغيف؟ الرغيف 90 جرام صح؟ يعني الكيلو حسب الكلام بتاعهم يعمل 12 رغيف. الكيلو يعمل 12 رغيف. فانت يا سيدي اعمل الرغيف بتاعك 100 جرام عشان يبقى كويس. ال 100 جرام الكيلو يعمل لك 10 رغيفه. فال 50 يعملوا لك كام؟ 500 رغيف. حلو، 500 رغيف في الشهر ده برضو رقم كويس. كفوك كام يوم؟ لو بتستهلك مثلا 30 رغيف في اليوم ولا 50 رغيف في اليوم، كفوك 10 ايام. حلوين برضو، فكره لطيفه، اتمنى انها تبقى صحيحه والناس تستغلها. احنا برضو لازم نشوف حل. خلونا نشوف بعض آراء الناس الاقتصادية في هذا الأمر. الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بتتكلم على موضوع تحويل الدعم النقدي، اللي هو فكرة إن الدعم النقدي ده يا جماعة اللي هو إيه؟ هناخد منك بطاقة التموين دي، هنلغيها ونديك قروش مكانها. فلوس. كام ما تعرفش، بس هنديك فلوس. الحكاية دي لما تتم سيعرف المصريين، سيعرف المصريون كيف يتم نفخهم. ليه بقى؟ لأنه هتكون الغطاء لأكبر عملية تضخم تتعرض لها مصر، اللي هو احنا هندي الأسر. يقول لك ده احنا هنديكم مبالغ، ده انت بتاخد 2000 جنيه في الشهر مثلا، يعني مثلا يعني هندي بطاقة التموين 2000 جنيه في الشهر. مبلغ ضخم جدا، 2000 جنيه والناس ترقص بقى، ده الناس بترقص على معاش تكافل وكرامة ب 400 جنيه، فاخد 2000 جنيه. ياخدهم من هنا، فئة محدودة في الوطن، مش كل المصريين يعني، مش هيدي كل بيت كده 2000 جنيه ولا حاجة، لا ده فئة محدودة. وافتح على البحري الأسعار، فتجد ال 2000 جنيه دي لا تكفيك خبز وملح، عيش وملح يعني. وطلتم وتقول يا ريت اللي كرمك. هتلاقي البنزين ارتفع ووصل الى 20 و25 و30 جنيه للتر. وهنا تتحول الاجره اللي كنت بتدفعها 5 جنيه الى 20 و30 و40 جنيه. فانت كنت بتدفع مواصله بتركبها ب 5 جنيه في ال 30 يوم ب 150، فتتحول ال 150 دي ل 1200 و1500 في بند واحد بس، لفرد واحد بس من الاسره. يعني كان صاحبي بيقول لي، احد اصدقائي القدامى يعني، يقول لي البنت عندي وهي رايحه الجامعه عندنا في البلد، مسافه بين البلد والجامعه عندنا حوالي 25 كيلو. فكان كل يوم تاخد زمان من بعد الانقلاب على طول سنه 15 مش دلوقتي. قال لي بديها كل يوم 50 جنيه وما بتعملش حاجه. دلوقتي ما يكفيهاش في اليوم 300 جنيه مواصلات وحاجه وبتاع. طب ده لما عنده بنت ولا بنتين ولا بتاع يوديهم الجامعه كل يوم، مع رفعه البنزين لهذا السعر، هينفعك الدعم المادي اللي هتاخده؟
خليني اعرفك الاول عن طريق هذا الانفوجراف ايه هو الدعم المادي، الدعم النقدي اللي هو بعيد عن الدعم ده، وبعدين نرجع نشوف اراء هؤلاء الساده الافاضل. تحويل الدعم من عيني الى نقدي، كيف سيؤثر على ملايين المصريين؟ تخطط الحكومة المصرية لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، وهي خطوة يحذر منها العديد من خبراء الاقتصاد لتسببها في ضغوط تضخمية على الطبقات الفقيرة وإحداث خلل في المجتمع المصري، حيث سيتجه البعض إلى استخدام هذه الأموال في مواضع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الأموال مع الوقت، ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة. ضخ المزيد من الأموال في السيولة قد تؤدي لموجة تضخمية كبيرة حتى لو كانت مؤقتة. جدير بالذكر أن الأسواق المحلية غير مهيئة لتقبل فكرة التحول إلى دعم نقدي، ويلعب القطاع الخاص دور الحكومة في توفير السلع الأساسية. وبحسب دراسات سابقة أظهرت أن 85% من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني. نشوف بقى الأستاذة شيرين الشوارب أستاذ الاقتصاد. شوف يا جماعة، احنا لدينا أصلا اللي معروف انه الحصان بيتحط وبعدين بتيجي وراه العربة اللي بتجره، صح؟ احنا الاول بيحصل عندنا نحط العربة وبعدين تجيب الحصان عشان يجره، بمعنى انه تصدر تعليمات احنا عايزين ايه. مش الناس تقترح وتقتنع او تشوف وتتبنى وجهة النظر الصحيحة، لا خالص مطلقا يعني، بالعكس. ده اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل احنا يا جماعة عايزين تعليمات التليفون السامسونج على كل المستويات، يعني عايزين نخلي الاعلام ياخد الناس في سكة الاشادة الى الدعم النقدي، فيطلع بقى المعدين يدوروا. انا بقول لكم كلام يعني عن خبرات، فالمعدين يقول لك ايه، والصحفيين يتصلوا يكلموا اساتذة الجامعات مثلا، في اساتذة جامعات ياخدوا رأيهم يقولوا لا الموضوع ده مش كويس، يروح قافل عليه على طول، اركن مش لازمنا. يدوروا على بعض الناس اللي تتوافق معاهم ارائهم. وفي بعض الناس، والله انا كنت بشوف الحكاية دي قبل ما اطلع على الهواء، يعني قاعد مثلا كده القعدة اللي قبل الهواء، عندك ضيف مثلا، في ضيف هيطلع معانا بعد شوية، فقاعد بره مع الزملاء مع الشباب بره، فبيقعدوا يدردشوا معاه شوية لحد ما يدخل الاستوديو، فأنا كنت بعمل كده أقعد معاه أدردش، فلاقيه يقول كلام بره في الدردشة مثلا، يعني أبو النظام على اللي ده، نظام ابن لذينة ده، ولاد ده هيودونا في 60 ده، وأول ما يدخل قدام الكاميرا ونشيد بحكمة وحنكة فخامة الرئيس يا ابن هي كده. خلينا بقى نسمع جزء من هؤلاء الافاضل. الدكتوره شيرين الشواربي وهي بتتكلم على الوضع في مصر مقارنه بامريكا في موضوع الدعم. عايزه اقول انه مفيش شبكه امان اجتماعي في الدنيا بتقتصر على برنامج وحيد، يعني تكافل وكرامه، واللي انا منحازه ليه بشده، وبرنامج مهم جدا وفعاليته وكفاءته في تخفيض الفقر من اروع ما يكون، لكن ما ينفعش شبكة أمان اجتماعي تقتصر على برنامج واحد هحاول كل حاجة فيه. كم واحد مستفيد من تكافل وكرامة؟ بيتكلموا على 5.1 مليون أسرة، منهم 500,000 أسرة بتتولاهم التحالف الوطني. أسرة يعني حوالي 22 مليون فرد الخمسة بالظبط كده. ولكن برجع تاني، أولا احنا ما قدرناش نغطي كل الفقراء، وهذا دعم نقدي، وهذا دعم نقدي، هذا نموذج لدعم نقدي ناجح بالظبط كده خلاص. فانا عندي شويه حاجات عايزه اقولها، انه اولا هو نموذج دعم نقدي ناجح، لكن هم مش بس محتاجين المسانده في كده، انا محتاجه اساندهم في حاجات تانية. الولايات المتحده الامريكيه عندها سناب اللي هو بتدي كوبونات للطعام، بتروحي للسوبر ماركت تشتري طعام، زي بالظبط فكره اللي احنا اللي وصلنا بيها لبطاقات التموين. نعم، انه الواحد تقريبا هي كانها سناب. لا، بطاقه التموين تعتبريها دعم نقدي؟ طبعا نص دعم نقدي، مش دعم عادي، دعم نقدي محصور في شراء سلع محدده هتشتريها من المنافس بتاعتك. طيب انا مش عايز ادخل في القصه دي وتفاصيلها، انا قلت لكم وجهه نظري، انا قلت لكم وجهه نظري، والله وجهه نظري دي انا قلتها في نقاش سنه 2012 قبل ما اطلع، يعني وانا صحفي بس قبل ما اطلع على الاعلام، يعني
كنا في جلسه كده قلت لهم يا جماعه، جلسه من الناس اللي كانوا بيهاجموا مرسي وعايزين الدعم ويحولوا له فلوس، قلت لهم انتوا اتجننتوا؟ ده لو هديك 5000 جنيه ساعتها تعال احسب لك ايه اللي هيحصل فيك. لو انا هديك 5000 جنيه في ايدك تعال احسب لك اللي هيحصل فيك. انا مع رفع الدعم مطلقا. احنا البلد هنا اهو في تركيا ما فيهاش دعم. مفيش حاجه في دعم، البترول مفتوح ومش عارف ايه، كل حاجه مفتوحه، تمام؟ بس هنا في خدمات تؤدى وفي حد ادنى للاجور يكفي معيشه الانسان بشكل ادم. يعني انت هنا بتتكلم على 17000 ونص لما تكون بطولك مش متجوز عازب، او لو انت متجوز انت وزوجتك بتتكلم في 35000 ليره، ها يعني 1000 دولار 1200 دولار لما تكون انت ومراتك بس. دول يكفوك 1200 دولار؟ يكفوك هنا 1200 دولار في مصر يعني 60000 جنيه. فانا شيل دعم بس حقق اكتفاء للمواطن، حقق له حياه ادميه. اديله فكره الحياه الادميه. الزملاء برضو نسوا العيش. جماعه نسوا العيش مع ان كذا حد مأكد عليا النهارده. نسوا العيش، رغيف العيش. بس لسه موضوع العيش معانا طويل يعني. الراجل ده احمد جمال موسى ده، طب خلينا نشوف. انا شاكك ان هو احمد جمال موسى ده استاذ القانون ولا ده وزير الداخليه السابق. طب خلينا نشوف، نتكلم على الدعم. طب استاذ قانون اقتصادي نسمع بيقول ايه. انا في اعتقادي انه المشكله الرئيسيه في الدعم العيني انه بيعمل عمليه تشويه للاسعار في الاسواق. يعني انت لما تبيع سلعه باقل من سعرها الحقيقي انت بتشوه نظام الاسعار، وده بيأثر بالسلب، بيفتح باب الفساد. بالظبط، الفساد والاهدار الهدر، ودي مساله خطيره جدا لاي مجتمع نامي انه جزء من موارده يهدر بدون مبرر. يعني مثلا رغيف الخبز ممكن جدا يستخدم في غير غرضه وهو الناس تاكله على المواشي وطور على سبيل المثال. فعشان كده لابد ان احنا نكون يقظين جدا لهذه الاثار. الفرق زي ما الحكومه قالت انه 125 قرش تكلفه الرغيف ونتباع بخمسه، فرق كبير جدا، وبالتاكيد فيه نوع من التشويه الاسعار. اتجاه الحكومه للرفع انا شايف انه في اتجاه سليم في كل حال، لكن لابد ان يكون عندنا وعي ان احنا الناس الفئات التي تعاني في المجتمع المصري لا تكون ضحيه لهذا القرار.